هذه الانتخابات اللي شارك فيها الشعب الجزائري 23.7% من الهيئة الناخبة. إذن يبين أن هناك يجب أن تكون دراسة في علم الاجتماع السياسي. لماذا العزوف؟ لازم نفرق بين المقاطعة والعزوف. الآن نعيش عزوف حقيقي بعد تكراره، بعد استفتاء الدستور تبين أن الشعب الجزائري الآن كان خلل في الثقة، يجب استرجاع تلك الخلل من خلال أداء سواء جهاز تنفيذي أو طبقة سياسية أو مجتمع مدني، بل كل الشعب الجزائري. كاين إشكالية أنه الآن العزوف تكرس في سلوكات الجزائريين. نحن في الحزب نؤمن أن هذه المشكل يجب أن يدرس بنظرة علمية. النتيجة مرتبة 7 بالمقارنة مع أكثر من 70 حزب سياسي معتمد، بالمقارنة مع 29 حزب شارك انتخابات، والحزب المعتمد مؤخرا تواجدنا بثنواب، ونحن ننتظر لأنه عندنا العشرات من التظلمات على مستوى القانون يقول هك، لأن سجلنا جملة من الممارسات غير سوية لبعض الجهات المشاركة في الانتخابات في الوقت الذي كنا نعتقد أن هذه الظواهر فعلا بدأت القاطعة، ولكن احنا أبارامون نضال مازال، لأنه جزائر جديدة، سلوكات جديدة، نمط تسيير جديد.